نور الدين أمرابط، أمرابط شوف الصورة، وهذا هو يونس برندا، والمكاتفة قانونية والصافرة التركية لجنيد شاكر طبعا تعطي تماس المنتخب المغربي. حوار الأبدان، حوار الأجسام ما بين أميري ونور الدين أمرابط. نارية هذه القمة الإيرانية المغربية لكن بدون هدف. تعادل قد يقتل المنتخبين في قادم حسابات المجموعة الثانية، لأن البرتغال وإسبانيا منتخبان مرشحان فوق العادة للانتصار في هذه المجموعة الثانية والمرور إلى الأدوار ثم النهائية. أخطر فرصة على الأتلاف كانت المنتخب الإيراني للأمانة، والحارس الرائع طبعا منير الكجوي أو محمدي هو اللي تألق وخلى المنتخب المغربي في المباراة. جماهير إيرانية بألوانها البيضاء والمغربية بألوانها الحمراء في سان بيترسبورغ ستاديوم في 62,500 متفرج، قوة جماهيرية كبيرة للمنتخبين. تعدي التعليمات إيرفي رونار كذلك بدوره حيران، يلزم يلعب الورقة الاحتياطية لبوطايب، بوطايب يلزم نطالب به وسأبقى أطالب به إلى نهاية المباراة. الوقت يعني